اليوم كشفنا كيف حماس بيستغل سكان قطاع غزة وبيستخدمهم دروع بشرية عشان احتياجاتها العنيفة. رؤساء التنظيمات الإرهابية لازم يعرفوا إنه إحنا شايفين وعارفين منيح كل خططهم ورايحين نعمل بيات صارمة ودقيقة من أجل إحباط أي ضرر لدولة إسرائيل ومواطنيها. نبض الميدان زاوية أسبوعية. مرحبا للجميع، إحنا في الارتباط الإسرائيلي في الخليل الفترة الأخيرة عم نشتغل على توسيع مركز الخدمات في المغنط في تركمية بسبب الضغوطات اللي عم تشوفوها آخر مدة في المنطقة كلها. ابتداء من 1/8 رح يقدروا سكان غزة يحصلوا على رخصة عمل منشان يشتغلوا في إسرائيل، وشوي شوي وبالتدريج رح ينتهوا تصاريح الاحتياجات الاقتصادية. كل واحد اللي معه تصريح زي هيك لازم يقوم بإصدار تصريح عمل. בימים אלה אנחנו עובדים על תוכנית רחבת היקף לשיפור כלל תשתיות הפסולת ברחבי איו"ש, ובמיוחד למגזר הפלסטיני. בין היתר, שדרוג אתרי סילוק פסולת קיימים כמו אל-מיניה וזארת אל-פינג'אן. وداعا للدفع النقدي في المواصلات العامة اعتبارا من الأول من الشهر القادم، خطوة هامة تعد ثورة في المواصلات العامة تحت شعار نسافر أكثر وندفع أقل.